حوار مفتوح حوار مفتوح لقاء لمناقشة قضايا التنمية والمجتمع بولاية صعيدة. حوار مفتوح برنامج لقسم الأخبار يأتيكم كل يوم ثلاثاء من الثانية إلى الرابعة مساء. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نحييكم دائما بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنتم في الاستماع إلى برنامج حوار مفتوح في جزئه الثاني. نتحدث عن الشهر الوردي، وهذا الشهر الذي خصص للحديث والتحسيس بمرضى سرطان الثدي. سنتحدث عن هذا المرض الذي يحصد الآلاف من الأرواح، نتحدث عن أهمية التشخيص المبكر وما هي العوامل المؤدية إليه، أيضا كيفية الوقاية، طبعا بحضور مجموعة من الأعضاء وبحضور طبعا جمعيات وأيضا مديريات مختلفة للسعي دائما للتخفيف من عبء هذا المرض، وأيضا التحسيس والوقاية دائما وأبدا. لطرح تساؤلاتكم يمكنكم الاتصال عبر أرقامنا الهاتفية 048 41 18 18 048 41 17 17. نذكر بضيوفنا الكرام، تحضر معنا الدكتورة شهروري سلامت، وهي دكتورة بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، نحييك مرة أخرى دكتورة. وأيضا يحضر معنا الدكتور بريخو طاهر، وهو الدكتور مختص في الأمراض السرطانية بمستشفى أحمد مدغري، أهلا بك مرة أخرى دكتور. أيضا يحضر معنا الأستاذ بوعناني عبد الكريم، وهو رئيس قطاع بالمديرية الفرعية للأداءات بالضمان الاجتماعي، أهلا بك مرة أخرى. تحضر معنا الدكتورة أخصائية في علم النفس طبيبة نفسانية السيدة حمادي، أهلا بك سيدتي. وتحضر معنا حالتين طبعا مصابتان بمرض السرطان. إذن بالإضافة إلى كان لنا لقاء مع ممثل جمعية مكافحة السرطان والتحسيس السيد معزوسي في العدد أو في الساعة الأولى، حيث اتصل بنا هاتفيا للحديث عن دور الجمعية في التحسيس والوقاية من داء السرطان. إذن بدون إطالة نمر الآن إلى مناقشة بعض النقاط التي تستوجب التوقف للحديث عنها، ومن ضمن هذه النقاط نتحدث عن مخطط السرطان لمكافحة والتحسيس بهذا الداء. دائما مع الدكتور بريخو طاهر، أهلا بك سيدي مرة أخرى. نتحدث عن المخطط الذي طبعا كان من أجل التحسيس والوقاية. مرحبا، شكرا. على كل حال الحديث عن مخطط سرطان هذا هو حديث يرجع إلى سنة 2015، وين يعني الحكومة سطرت أو الدولة سطرت برنامجا. هذا البرنامج يأخذ بعين الاعتبار يعني علاج والتحسيس على عدم الوصول إلى الحالات المتقدمة في سرطان، بما أن لازم نعرفه بأن كل مرض لازم يكون على قدر الخطورة تاعه. مرض السرطان il constitue une menace ce qu'on appelle de la santé publique, c'est-à-dire ça constitue un problème de santé publique. مرض السرطان خاصة قلنا مرض السرطان الثدي لدى النساء الذي هو الأول. بحجم هذه الخطورة سطر هذا البرنامج، الهدف منه هو عدم الوصول إلى الحالات المتقدمة التي نراها للأسف الشديد. نرى بالمناسبة لازم كاع الناس تعرف باللي هذا يعني المراحل لي ستاد سكون ابل لي ستاد، باسكو الناس متعامل بين الناس يعني اللي يعرف يقرا واللي ما يعرفش يقرا واللي يسمع واللي يهدر يسمع باللي ستاد 1 ستاد 2 ستاد 3 ستاد 4. حنا عندنا علم، هذا العلم نكلاسو به يعني نرتبوا به هذا المراحل.
احنا بالنسبه لنا لما جينا مرض مرحله رابعه ولا مرحله ثالثه بالنسبه لنا هذا فشل. هذا فشل تاع نظام سرطان بلون كونسير اللي نهضروا ليه، لان احنا ما استطعناش ولا المريضه يعني ما راهش كاين غير دور الطبيب فقط، كاين دور المعلومات هي يعني كاين دور تاع الاعلام، كاين دور تاع تاع ليدوكاسيون تاع التربيه الصحيه. اي بمعنى اي مريضه عندها انيكولمو من هذا المنبر يا عباد الله راني نهضر، اي مريضه عندها انيكولمو عندها سيلان من الثدي، عندها راس تاع الثدي تاعها كي شغل تبدل الشكل تاعه، عندها ورم سواء في الابط تاعها سواء في الثدي تاعها، ما عندها حتى مشكل تروح اي طبيب، اي طبيب عام الحمد لله راه عندنا اطباء عامون راهم متكونين في هذا المجال، اي طبيب عام ما يروحش يلعب بروحه، هو تجي عندها مريضه ويبقى يقولها لا ما عندك والو ولا يدير لها رساله يبعثها الى الاختصاص. هذه العمليه تدوم ربع ساعه ولا ريداكسيون تاع لو رابور ولا تاع لوردونونس تدير خمس دقائق، ثم بعد ذلك تروح دير اي نامبورت اي ماموغرافي والمرض راه بان. احنا بالنسبه لنا اكتشاف المرض في 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 في, في, في طريقه مبكره بالنسبه لنا نقدروا نعالجوه نهائيا. لازم نعرف باللي المريض اللي يكون المريضه اللي تكون عندها سرطان ثدي ستاد 1 ولا ستاد 2، هذا المريضه هذه بالاستئصال سواء ثدي ولا استئصال جوست الورم، بعد خمس سنين هذا المريضة باغي تولي كيما أي مريضة ما عندها سرطان ثدي، يعني تصبح مريضة عولجت نهائيا. اوني دون لو كوراتيف مالوروزمون لي مالاد لي جونا دون ان ستاد افونسي اوني دون لو بالياتيف. كونت اون دي بالياتيف سي تادير اون افوا فوار المرض هذا في دون تو لي كوان دو لوبيتال، راح لي زيرجونس عنده لي دولور لاخاطرش المرض تمشي له في العظم، لاخاطرش المرض تمشي له في الكبده، و سي اون سوفرونس سوسيال انورم. يعني العائله ولا المجتمع ولا الناس اللي يكونوا من حوله يعانوا بزاف بزاف، لانه لازمه امكانيات عظيمه باش تديه للسبيطار، لازمه الا ما كانش عنده ضمان اجتماعي لازمه اموال عظيمه باش تجيب له الدواء، لاخاطر هذا الدواء ساكوتشير. حنا لي برودوي مورفينيك تو سكي مورفين تاع لي زونتي دولور الحمد لله اون اين دوتاسيون تاع ليطا الدوله راهي تجيب هذه الادويه. ولعلمكم من هذا المنبر انا نقول لكم باللي ça coûte cher un traitement de cancer. Les molécules اللي عندنا حنايا on revient trop cher à l'hôpital حنايا. حنا رانا نسمو غاليين للهوبيتال. راه عندنا تكاليف باهظة من أجل مريض سرطان. كاين واحد الدواء، هذا الدواء نديروه للمريضة مدة 18 شهر. ديروا في بالكم باللي اون كور سا كوت برسك واحد 7 مليون أو 8 مليون دو سنتيم. وحسب ضربها في 18 ومريضة سوا الي اسوري سوا ني با اسوري. انسان قال لك درهم وقايه خير من قنطار علاج. هذه الوقايه هي التشخيص المبكر. هذا التشخيص المبكر احنا لماذا كل خطره نديروا شهر وردي؟ احنا كل يوم عندنا يوم وردي، كل يوم كل يوم كل يوم عندنا ناس تعرف باللي كنت تخرج حبه لازم نروح نفوت. قال لك ما عندك والو ما عندك والو، قال لك عندك حاجه من بعد راه كيف الفائده. من بعد كاين اللي ما تبغيش تقلع السن تاعها الله يحسن العون، معليش كاش مشكل، لازمها بريزون شارج سبيسيال، لازمها اقناعات خاصه، لانه كاين اولويات في الحياه. وهذه الاولويات في الحياه من بينها الى راكي امراه وعندك اولاد وكاع اقعدي لهم عيشي لهم، كي تعيشي لهم هذه الاولاد هذا السرطان يقتل صراحه نيشان، ما نقعدوش نكذبوا على بعضنا بعض، يقتل لما انت ترفد يديك تترفد اوليما سي هذا السرطان يقتل 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 بما بهذا المعنى يقتل. ولكن لما نعالجوه بطريقه مليحة في وقتها صراحة والله غيرنا نشوفوا ناس رانا نتبعوهم في 10 سنين رانا نشوفهم راهم معنا الحمد لله. ورانا نشوف شنو للاسف ناس احنا ما نروحوش نتهموا الناس ولا نروحوا لي جون مات لي جون دون لا كولبابيليتي قالوا دي فوالا انا يا ما تقوليش وانا يا ما فهمتش ولا ما قالوليش. انسان ماذا به يسهل هذا الامور وماذا به يجي، ورانا الحمد لله الباب المصلحة تاعنا راهي مفتوحة لكاع الناس ومرحبا بكم في اي وقت. شكرا لك دكتور. شكرا. إذن يبقى التشخيص المبكر هو أهم عنصر للوقاية لتفادي هذا المرض لتفادي الكثير من الوفيات. نروح الآن إلى حالة سيدة تعاني من مرض السرطان، اكتشفت هذه الحالة يعني في الآونة الأخيرة. مرحبا بك سيدتي. شكرا لك لحضورك معنا. شكرا لك يعني وللحضور.
إذن نعرف أن المرض مرض السرطان خطير، والأكيد أن يعني اليوم نتحدث عن مرض سرطان الثدي، لكن سرطان الذي تعاني منه هو نوع آخر اكتشفته مؤخرا في الغدة الدرقية. نتعرف على كيف كانت أول مرحلة، كما يقول الدكتور دائما التشخيص، دائما الإنسان يكون عنده وعي صحي. إذن معلش تفضلي. السلام عليكم. السلام. كنت نعاني من مرض الربو خلال سنة فقط، ما كان عندي حتى حاجة. خلال سنة قعدت نفوت عند الجينيراليست، من بعد اتجهت عند دكتور شوا وين أكد لي وشخص لي بلي عندك النازم. كنت كل مرة يومين يوم نتجه للمصلحة الاستشفائية على المارين ولا ليجونس ندير لاسوليميترول ولا الأكسجين، مرة باللي دو سيونس تاع الأكسجين. مرة جا واحد الطبيب من الخارج قال لي ربما أنك مابقيتيش تعاني من اللازم، روحي ديري لي انيكوغرافي الراديو تاع قلب. رحت درت هذا الراديو، كي رديته في الراديو مين قاعد يشخص لي قال لي القلب تاعك ما فيه والو. مين طلع لي هذيك كسموها قال لي عندك حبه، عندك العبره وعندك حبه. ما شويه ما نقولكش انا انسانه مؤمنه، بصح ما ديتش فيها بزاف. قال لي روحي شوفي عن تاع العبره. في ديك الوقت قعدت عندي شويه، اتجهت عند دكاتره كلهم كانوا كونجي تاع السبيطار تاع الفتره اللي انا اكتشفت فيها هذا الشيء. قعدت حتى لافين تاع اوت اتجهت عند طبيب قطب الشكرا بالبزاف، عاود فوت عليا مليح وشخصني قال لي وديها عندك حبه بصح مانيش عارف شا هي اللي تعرفي شا هي، نعطيك ديري دي زاناليز ومين تقري ومين تخرجيهم جيبيهم لي. مين جاب لي مين رحت درت هذوك لي زاناليز تمتم، قعدت يومين وخرجتهم. كي خرجتهم بصراحه وبكل شفافيه وقال لي ودي فيك مرتشين اللي تقلعيه، قال لي في اقرب الاجال نشكر كل اللي عاوني وكل اللي مد لي المساعدة، من الكلمة الطيبة من أفراد العائلة تاعي، من جواريني، من الأصدقاء تاوعي، وشفاء في يد ربي ونعم بالله. طيب تفضلي دكتورة، إذا حابه تحدث معك الدكتورة وهي طبيبة نفسانية. أولا قبل كل نشكرك على الصراحة تاعك وحضورك معنا أيضا. حضورك معنا هذه يعني. نجم نقولك 50% راكي ناجحة في العلاج ما شاء الله، 50% بقات بالإرادة تاعك. ما نعطيك سؤال مرافقة، راكي يعني شكرها في المرافقة تاعك في هذه الظروف. عندي فاميلة وعندي ولا خاصك وي بصح عندي دعوة الخير تاع الوالدة تاعي الحمد لله. هذا هو الصح، الوالدة تاعي من إلا قعدتي بهذه المعنويات النفسية صدقيني بلي إن شاء الله علم أن الوالدة تاعي توفية لكنها تقول لك دايما دعوة الخير وأكثر. عندي الوالدة تاعي وعندي زوجة عندي أم الزوجة تاعي كيما راكي واقفة دروك ما تخلي حتى بلاصة وين يقولوا لك توجهي، ما تقوليش غدوة من غد، مادام كي تسارعي وتحاربي في المرض تتغلبي على المرض. هذه هي معاناة النفسية تاع المريض السرطان. غدا بإذن الله وي نقطة عند الشيرجان إن شاء الله يكون شاء الله كاتب لنا على مستوى ولاية سعيدة، وهذا شرف لنا أن في ولاية سعيدة يعني راجلي نعم إن شاء الله. يعني فقط قال لي سيد درت له عطيته كاع لي كوردوني تاعي كل شيء إن شاء الله إن شاء الله هذا إن شاء الله. طيب هنايا دور أيضا نروحوا لقطاع الضمان الاجتماعي، أو معنا الآن في الاتصال الجمعية ممثل الجمعية. ألو سي معزوزي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي معزوزي سؤال، يعني بصفتكم جمعية تدعمون هذه الشريحة وتسعون إلى التحسيس من مرض السرطان، هل توجهتم إلى طبعا محسنين
لدفعهم لمساعدة هذه الشريحة، خاصة أن في بعض الشرائح ما عندهاش يعني دخل يعني. فما هي مجهودات الجمعية؟ حابين نعرفها، بالإضافة إلى في أول يعني العدد تحدثت وقلت لي يعني الدعم النفسي، بالإضافة إلى الدعم النفسي أحيانا يحتاج إلى دعم مادي. الدعم المادي. نعم. السلام عليكم. شكرا على الاستضافة ثانية. شو نشكر دكتور طاهر، أنا كنت نسمع في التدخلات تاعه. أولا غير كاين واحد الملاحظة، هو راه قال باللي لازم في الديبيسباس يتوجهوا لمالاش خاصة لي فام كاين دي ميسان جينيراليست. رانا نقول لها تحمل خطرة من هذا المنبر باللي كاين ان سيرفيس في لا سيلول ديكوت في لوبيتال، كاين انا داير ميسان جينيراليست سبيسيالمون لهذا الديبيسباس كونسيطاسيون صباح وحشية. فمن هذا المنبر نقول لي مالاد ما يحشموش، خاصة لي فام، خاصة لي فام يتوجهوا في الاخر الكشف المبكر. ثانيا احنا الجمعيه يخصها الدعم المادي، توجهنا للمحسنين، في بعض المحسنين اللي فيهم الخير ويندوا لنا المرضى حتى للدزاير وعالجوهم، فيهم بعض المحسنين، لكن كاين نقص، كاين نقص في سعيده في المحسنين، كاين نقص، يوجد محسنين بصح كاين نقص. لماذا؟ باسكو لي مرض حنايا كاين مرض يدوموندو لها بينو تي تو كونت ان بيوبسي في وهران يدير 28، يقولوا لها دينا لي ار ام 28، عاود يقول لها دي زاناليز سيرتو لي بيرون ديكسونسيون. حنا لو بروبليم بيرون ديكسونسيون، بيرون ديكسونسيون سي لابري لانترفونسيون. طيب توجه يعني تخيلي انت ان مالاد بوف مالورو مسخونه مساكين ما عندوش وين يروحوا، انت تقول لها بيرون ديكسونسيون كل تروا موان يجي معي وحنا الدعم ونطلبوا المحسنين ونطلبوا هكا، لكن ما نجمناش. هاو حنايا هاو الدكتور باسو يسالنا قريب 2 مليون، رانا نعانوا رغم رانا مخلصين غير 500 مليون، مي هاو يسالنا 2 مليون. طيب قمعنا السي معزوزي رغم رانا عاوننا، مي رانا الحمد لله قايمين بواحد المجهودات ضعف. طيب قمعنا السي معزوزي، قمعنا في سؤالي طرحه. اون دوموند ان بيلون ديكستونسيون في الديبي تاع لا مالادي، اون دوموند ان بيلون دو كونترول في لي كونترول. وي. هادو سي دو تيرم كيل فو بيان سو ديفينير. صحيح. عندنا دو سكانير في لوبيتال، عندنا دو راديولوج كي فيان دو سيني سيني لا بي في دانستالاسيون، ستفرج ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ماذا بينا المشكل سي معزوزي، المشكل سي اللي عندنا هو مشكل تاع تنسيق. مع من تنسيق؟ تنسيق بين الناس اللي تخدم في المستشفى، بين الجمعيه، بين المصلحه تاع الانكولوجي، بين كاع الناس. اون اي با لا بور se battre. On est là pour servir aux malades. On est là pour rendre service aux malades. On n'est pas là pour se battre. On est là pour rendre service aux malades. Un service de dignité. معليش نهود من النيفو تاعي ومعليش تتهود من النيفو تاعك، الهدف تاعنا نخدموا المريض. ان شاء الله. هذا ما كان، هذا ما كان. والراجل ولا اسمح لي لاطاش اسمعني سي معزوز، لاطاش صنت لي لاطاش الي ميزوري دو سكو تي بروبوز او مالاد. لو بروبليم ما راهش في السيرفيس، لو بروبليم راه في الانستيتيوسيون اون ال ميم. لا ما راك تشوف حتى الدولة راهي كيما هكا. لو بروبليم ما راهش في السيرفيس سي معزوزي، هذه حصة ماهيش تاع النقاش. لو بروبليم راه نحاولوا نوصلوا حلول ان شاء الله في لابريزون شارج تاع المالاد. ما عندناش بروبليم تاع السيرفيس ينحل ولا ما ينحلش. يعني الهدف تاعنا دائما هو المريض اولا واخرا. اذا كانت الجمعية من فضلك سي معزوزي يعني فقط في اطار البرنامج الذي تقومون يعني به، توجهكم الى المحسنين، كيف تقومون بهذه الاعمال؟ هل تاخذون يعني مبالغ مالية ام على شكل دي بون؟ يعني كيفاش تنسقوا مع هاد الناس؟ وهل يعني كل اسماء المرضى عندكم ولا فقط اللي توجهوا الى الجمعية؟ يعني كيفاش يكون الاعلام بوجود هذه الجمعية اصلا؟ احنا كاع المرضى كل شيء كاين، لي ريجيست تاعهم، لي فوتوكوبي، لي نون تاعهم، لي فوتوكوبي تاعهم. المحسنين ما يتجهوش عندنا احنا كجمعية، يتجهوا ديريكتومون او ميدسا كيما باغ اكزومبل باسو، ياخذوا هما ديريكت يخلصوا على المرض. احنا ما نتوشوش اوكان سو. يعني تعطوهم على شكل دي بون هكذا، وهما يتوجهوا عند
طبيب. نعم هكذا. نعم نعم ما اورون كيروحوا عند دكتور عامر ما اورون نقول لهم بس ولا في الكونت تاعهم ما نتوشوش اوكان سو باسكو تعرفي لو بروبليم تاع الجمعيات في الاخر حنا ولا يليميني باسكو انا عندي ريلاسيون مع واحد انا دايرين واحد كورديناسيون افيك لي زاسوسياسيون تاع الوراني ممكن رانا نبريبارو في ان ترافاي باش شويه نافونسو شويه ان شاء الله. نعم ان شاء الله ان شاء الله. اذا ان شاء الله نتمنوا التوفيق. سؤال اخر بالنسبه لي بروتيز دو لا ماميل، سمعنا ان في لي بروتيز ماميل سمعنا في الجزائر العاصمه يتسع الجمعيات الى ان يكون عندهم هاد لي بروتيز مقارنه بالدول الاخرى، هل في ولايه سعيده هذا الامر يعني بالنسبه لك كجمعيه يعني هل تطالبون بهذا الامر؟ نا حنا يعني رانا من رانا صافي ميم با دو جور لو تو جور رانا في ارينو ابي حداس و والرئيسه راه طالبت بهذا بغات تعمل كيما الجمعيات كيما العاصمه كيما. طيب شكرا لك سي معزوزي معنا ان شاء الله ممكن نعاودوا نتصلوا بك. نعاودوا نرجعوا الان الى الدكتوره شهروري سلامت ممثله او الطبيبه بمديريه النشاط الاجتماعي والتضامن. كما ذكرنا ان معاناه المريض تبقى بالاضافه الى المعاناه المرضيه التكاليف، دائما التكاليف عن مشكل كبير. الجمعيه تسعى تقول لك يعني نحاولوا نتوجهوا للمحسنين يساعدونا، بالنسبه لكم يعني 300 الف شيء قليل نوعا ما يعني. هنايا ما بين الناس والسلطات تاعنا خاصه وزاره النشاط الاجتماعي والتضامن باش تضاعف لهم مبلغ، ما نقولوش غير نضاعف لهم المبلغ غير يعني كطبيبه تلاحظي انها بالفعل قليله بزاف قليله بزاف قليله 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 كاع بزاف ميم با ما ديرلهاش تسكانيخ 300 ما ديرلهاش حتى ماموغرافي ايكوغرافي ما ديرهاش وكاين وما راهيش وهذه 300 دينار ماهيش تخص كاع ماهيش تخص كاع الفئات قلنا بلي يستافدوا منها غير اللي ما يكونش الزوج تاعهم ما عندهاش دخل غير اللي ما يكونش عنده دخل ولا ما تكونش عنده ضرائب ولا اللي تستافد منها كو يكون عنده غير 300 دينار خالصه الزوجه تاعها ما تستافدش منها وحنايا كي قال لك مالوغوزمون هذه 300 دينار تاع الزوج تاعها للاسف ما دير حتى حاجه صحيح يعني نورمالمون كي قال لك اعاده النظر في هذا المشروع ولا كي نقولوا هذا الاخر اللي داروه اعاده نظر كاين ثاني دي زونفون حنا كيما هذه تاع المنحه الجزافيه هذه دايرينها غير فوق 18 كاين دي زونفون عندهم كونسير كاين دي زونفون يديروا دياليز ما راهمش مدخلينهم نورمالمون كاع لاج شكرا دكتوره يعني نقطه مهمه زيرو حتى الاخر كاع حدو نورمالمون يدخلوا و 300 دينار ما راهيش كافيه يعني اذا كان السن اكثر من 18 سنه فقط غير 18 سنه والفوق موندو 18 ما كانش يعني هنا مشكل اخر شو هي نورمالمون يكون كاين كيما راهم دايرين كيما راهم دايرين للمعاق يديروا للمالادي كرونيك نورمالمون كاع حد راه في الاخر كيما راهم دايرين الاخر ثاني المعاق معاق غادي يقعد كاع حياته معاق ثاني المرض المزمن يقعد كاع حياته مرض مزمن صحيح احنا يا درك المساعده الماليه احنا الحاجه اللي رانا نساعدوهم بها رانا ندير لهم مساعده ماليه بصح مساعده ماليه غير من العام للعام وبكري من كانوا قلال كنا نعطوهم 3 مليون 4 مليون درك ما راهم بزاف رانا نعطوهم غير مليون و100 غير قد لي يديروا سنتيغرافي بصح خطره في العام شادين لهم صحيح يعني ما تكونش كاينه كخفيفه ما يكونش كاين باش ما دير لهم والو بارك الله فيك دكتورة. يعني مشاكل كثيرة يعاني منها مريض السرطان بالإضافة إلى الأعباء التي يواجهها في الصحة تاعها. نلاحظوا أن الماديات الكلفة يعني باهظة جدا للتكفل بهذا المريض. معنا أيضا المريضة تعاني من هذا المرض، يعني هل كان عندك معلومة أو معرفة بوجود هذه الجمعية جمعية التحسيس بداء السرطان؟ ما كانش عندي معلومة ما توجهتيش لأي قطاع لأي قطاع لأي يعني حتى معلومة على المرأة ما عندك حتى معلومة يعني قلت لها باش دير مساعدة مالية وعلى المنحة الجزافية قالت لك الراجل تاعها مصاب بالأفيكت داير 3000 دينار ما يعطوهاش يعني ما كان عندك حتى معلومة واش ما توجهتيش ولا ما سالتيش يعني اين يكمن المشكل في اعلام في اذاعه في اطباء لا ما سالتيش انا كي اكتشفت راني نحوس نعالج روحي ما شاء الله ما اكتشفتش ما كنتش نحوس نكتشف
نحوس كنت نحوس باش نريح. طب الدكتور اذا كان عندك كلمه بالنسبه للمريضه اذا يعني او اي مريض يسمع فينا الان، هل معناها اكتشاف المرض انه يعني خلاص موت بالضروره؟ أنا من بين الناس اللي لا يعني منيش من ذوك الناس اللي مباشرة قال مثلا عندك مرض سرطان ولا عندك مرض خبيث خلاص علاه ليبرتونسيون ارتيريال مش مرض خبيث، علاه لو ديابيتون مش مرض خبيث، علاه الناس اللي راه عندها لاغوت والناس اللي راه عندها دي بروم دو غوناغتروز هذوما مش مرض، ماشي مرض صعيب. المشكل في مرض السرطان سيكون المجتمع هو اللي عطاه واحد الصفة غير لائقة به. نعطيك مثال، واحد انسان سارق بيدخل لك للدار بيخونك، هذا السارق هذا كيدخل للدار طيب له الماكله وتغطيه وتوكله ولا تحاربه؟ تحارب. مرض السرطان هذا لازم يتحارب. مرض السرطان هذا لازم يؤخذ بهذه الطريقه، ما يؤخذ بطريقه صحيحه. خاطش علاه؟ حنا عندنا واحد العامل تاع ثاني المجتمع، انت كي تجي حدا جارك جارك يرقدك، اوه عندك هذه؟ ربنا عمي. عاود تجي عند خالتك ترقدك، عاود تجي عند واحد من لافامي تاعك يرقدك، مشيناش تشجعك. ما تعرفش انت، ما تعرفش. الحمد لله. ما تعرفش. روح اسالوا اهل ذكرين كنتم لا تعلمون. روح سقسي، روح اسال هذا عند الاطباء، الاطباء يوريونتوك مرض ضحي بالثدي تاعها خير ما ضحي بالحياه تاعها. في ذا الوقت راها صاريه كيما هكا، الناس ماهيش واعيه بهذا المرض. خاطش التركيز انت شتا عندي شتا باغي نبروبوزي عليك انا كعلاج وما نعالجك انا. شتنا ديكا تاع شيميوثيرابي وين عندنا ابري 3 كور، عندنا اون ريبونس توتال والمرض يريح مباشره، يعاود لو شيروجيان يفا لو ريبروندغ ابخي. المرض تاع سرطان من ضروك لازم تفهم بابسط الكلمات هو الاستئصال. الورم لازم يستأصل. لما نستأصلوا هذا الورم ارانا شغلنا في العلاج الصحيح، انك تقلع غير طرف من المرض من الورم ولا ما تقلعش كاع ولا تتغافل عنه، هذا هو المشكل. من بعد استخدام الادويه يعني تقليديه هذا الناس اللي تدير هذه المشاكل، هذه المشاكل من بعد هذه شفناها. كاين قلت لك مرضى، ما نقولكش مواظبين، ومرضى كون يقولها روح مش عارف وين يروح، لما تعلمه وتفهمه وتخبره شنو لازم يدير يتبعك. لازم ثقة بين الطبيب ولا المريض. لما ما تكونش هناك ثقة بين الطبيب والمريض مشكلة. أنا مانيش مسؤول عن 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 النقائص اللي راهي في السبيطار. ما كاش سكانر مانيش مشكلتي، أنا طبيب. ما كاش ليرام أنا مانيش مشكلتي. كاين مشاكل بصح كاين حلول مؤقتة. كاين واحد المرضى تبروبوزي عليه واحد الأشياء، تختار عليه واحد الأمور، دير معاه مجهود شوية. خاص مريض يجي كما قالت لك الطبيبه النفسانيه، يجي مريض في الرفض، شكون نابل حنا لو ديني، ما على بالاش بالمرض تاعه. يقول لك انا لو مرض هذا انا ماضي غيانه جيني، انا جيني غيانه، ويقعد يعمر في راسه وبالك ما عنديش، وبالك راهم يكذبوا عليا، وبالك ما قالوش. هي في الاول قال ها الخطوره تاع المريض، المرض هذا ها الخطوره تاعه، ها هو راك باغي توصل. خاطش حنا العلم لله، حنا عارفين شرا باغي يصرا. انا عندي مرضى جاتني في 2016 عاودوا لي في 2018 لما نقلعش، عاودوا لي 2019 عاود رانا في نفس المشكل. بصح المشكل كي جات المرض كان ديجا مستفحل، مشى في العظم، مشى في الرئتين، مشى في الكبد، كاين اللي تمشى في الراس. دوك مشكل. نعم تفضل دكتور تفضل. اضافه الى ما قاله الدكتور، أوضح من ندائي باسم الجامعة هذا المنبر وباسمي الشخصي، أناشد كل مرأة بأن تقوم بالفحص الذاتي. الفحص الذاتي هو وقاية الأولى من رحلة العلاج، باسكو كما كان يوضح دروك الحكيم الحالات بعد التشخيص الطبي تبقى دائما تعيش في مرحلة الرفض كما قال الحكيم، تقعد قال لك 2016 2018 2019 باسكو في مرحلة الرفض سي ان غوفي توتال. وين قال لك توشي لها كاع لو كور، حنا ماذا بينا باش ما توصلش لهذ المراحل تقوم بالفحص الذاتي والكشف المبكر.
طيب دكتورة، هذا عبارة عن علاج 50%. طيب دكتورة، بالنسبة للناس اللي حتى وإن تقبلت العائلة تقول لك يعني ممكن يطلقني الزوج، ممكن يعني العائلة، صح ممكن يطلقها الزوج، صحتها أولى زوج، صحتها أولى. في هذه الحالة يا صادفتني حالات وين عانت من أزواج من زوجات من الزوج، هي في الحقيقة أوتونكوبسي لازم لا بريز اون شارج ميديكال افيك اون باراليل افيك لا بريز اون شارج سيكولوجيك. قلت لها شوف في الجانب تاعك الاهم، خمي في صحتك، بغى يطلق ولا ما يطلقش، خمي في صحتك وبدي باش تعالجي وتبدا تروح هذه الحاله وين كنت عامله بمديريه نشاط اجتماعي ولحقت تكفلوا بها عمال لا سيلي ديكوت اللي كانت كنت اعمل بها انذاك باسكو جو سوي روتريتي ميتنو. هي في الحقيقه التكفل النفسي والبسيكولوجي ساعدها انها مساعده الدعم الاجتماعي بلس لو جروب كما كان ياكد الطبيب كوم تكونش كورديناسيون مع الشركاء. هاد الشركاء فيها البسيكولوج المتخصص، فيها العائلة، دور الأسرة مهم جدا. باسكو علاه اسمح لي حكيم باش ما نطولش، هذه النقطة مهمة، دور الأسرة في التشخيص الطبي مهم جدا، هو اللي يعطي العلاج ويعطي الدعم ومساندة المرأة في يتعالج يتقعد منطوية في نفسها وتعيش غداك عالم الرفض، الرفض الى ان يروح لها كاع في لو كور تاعها. نعاود نرجعوا للطفل، كي هذه النقطة مهمة. هذه النقطة كاينه في كاينه مقر سرطان وهي لانونس دو لا مالادي، انونسي اون مالادي ا كلك. حنا سي با كون فو با لو فير، سي با كون نو بو با لو فير، مي سي با ان تروك كي بيان ستراتي كي بيان ريجي، ماشي حاجه اللي مأطرة اي واحد يقول لك اي كلام، اي واحد يقول لك اي كلمه، تروح عند راديو يقول لك راه عندك مشكل، تروح عند شيرجي يقول لك لا انا ما عندي ما ندير، بصح المشكل ماشي كي من هاك. المشكل سي كو كونط خاطش حنا لازم نقلدوا الامم، الناس اللي راهي متطوره في علاج السرطان نقلدوهم، معليش تقليد حميد هذا ماشي حاجه عيب. يقول لك باللي اون انونس دو لا مالادي دوا سو فير افيك تو لي انترفونون، كاع الناس اللي باغي يعالجوا هذا المريض، نقضوا هذا المريض اكس باغي يعالجها ان شيموثيرابيوت، باغي يعالجها ان راديوثيرابيوت، باغي يعالجها ان شيروجيان، اون انفيرمي ريفيرونت، une assistance sociale, gars les gens qui doivent intervenir, gars les gens qui doivent participer aux soins de la personne. Il dit que l'annonce de la maladie doit se faire dans un endroit sain, c'est-à-dire d'où la convocation. On fait maquin sain, يعني يعطيه الامان. نجيبوا للسبيطار عندنا. نجيو عند الدار. نجيبوا للسبيطار عندنا بصح يدير فينا كونفيونس. ماشي بعد انا توصلني لو مي شومان بعد تولي لا راني ماشي معاك، نمشي معاك ما عنديش مشكل، مشيت وصلني نصف المسافه من بعد تولي تقولي لا بالك ما نديرش لا راديو ثيرابي ولا كيميوثيرابي. دونك هاد لانونس لا مالادي كومون سا سباس، انا صديق قريناها وشفناها دون ان اندروا كال انسولي ترونكيل، وين اي واحد، ها هو المريض راه هنا قدامنا، اي واحد باغي يعاون هذا المريض بعلاج يقوله لا، قال اسمع راه عندنا مرض سرطان تاع الثدي، هو مرض خبيث صح، بصح خلنا 2019 راه كاين ربع تاع الاسلحه توجيه هذا 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 المرض، كاع ربع اسلحه ما نكتلوش حنا نقضوا عليه، عاود يدخل يتدخل راديو ثيرابيت اللي باغي يدير راديو ثيرابي، يلا راديو ثيرابي هذه سا كونسيست هاش هي هاش تعرف المريض بالدواء، المريض كيقول له شيموثيرابي شعرك يطير ما يعاودش يولي عندك. انا ما نقولها شعرك يطير، نقول هذا المريض هذا المريض باغي يعالجك، الدواء هذا باغي يعالجك، باغي يقضي، باغي يدير، باغي يدير، بصح كاينه غير حاجه باغي شعرك يطير بصح يعاود يخلف. صحيح. وفي حاله يعني شهاده حيه لسيده يعني كان عندها هذا المشكل وشفات بعد العلاج. نسمعوا الحاله مع السيد احمد من فضلك، يعني التسجيل نمروا للتسجيل. إذن معنا السيدة مرزوق خضرة وهي من السيدات التي أصيبنا بمرض السرطان، شكرا لحضورك معنا. شكرا لك. إذن خضرة، أولا كيفاش يعني كيف كانت الفكرة أنك تتوجهي إلى الطبيب؟ كنت متوجهة للدرب الأولى للطبيب، كنت نعالج على بال العقم. في ذاك دوك الايامات اللي كنت نعالج على بال العقم لقى الطبيب كتله في الثدي تاعي، قال لي نديروا له تعيار
روحت انا الوهران قعد عيرت وكل شيء وجيت كي جبت التحاليل ديتهم للدكتور كي درتهم ديتهم للدكتور قال لي هذه كتله يعني تومير كونسير اي من قال لي كونسير ما نكذبش عليك ضرب الاولى كلين ضريت كلين تقست يعني كيفاش كيف هلك الطبيب يعني اول كلمه قال لك جلسي احكي لي احكي لي بشويه كلي مرض كلي اللي كان حاكمني كان حاكمني الدكتور فرطوط طيب حكيم كي قبضني قبضني غير بشويه هضر معايا يعني قال لي ما تقلقيش وهاد الصوالح يعني ينجم ينقلع بالك هذا غير كتله من بحالك غير من الفوق قادرين بالك ما نقلعوش كاع اللوتادين نقلعو غير التومير يعني اول فكره لما سالتي الطبيب اول كلمه قالها لك راح نشرح لك الوضعيه تاع هاد الكتله اللي راها في التدي تاعك طيب. قال لي قادره نقلعوها لك ما تكونش كيما نقولوا ولوده يعني ندير منتشره تكون غير في جزء نقلعوا لك غير داك الجزء الا لقيناها منتشره نقلعوا لك كاع التدي قلت لها ان شاء الله يعني اللي في القدره يعني تاعك واش حسيت انضريت يعني بكيت ما نكذبش عليك بكيت 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 يعني في ذاك النهار بكيت بزاف بصح من ذاك النهار سيتقبلت الوضعيه اللي عطاها لي ربي خدش الحمد لله يعني تخيلتي الموت ولا تخيلتي تخيلت لا نقول لك حياه تخيلت خفت من شعري من سمعت يقولوا شعري يطيح خفت من حوايج بي انا كنت اللي نخاف منهم شفاري ما نبغيش كل وحده والمراه اللي يعني واش تتقبل في الجسم تاعها الحياه اللي خوفتني خوفتني شفاري قلت لك يطيحوا شفاري دبل ولا مين قالها لي قلت له ندير الشيمي ويطيح لي شعري ويطيح لي قال لي شوفي قال لي كل شيء يطيح لك بصح تعاودي تولي ما اجمل من كنتي هذا الحكيم هذا حكيم فرطوط قال لي تولي ما اجمل من كنتي طيب. قال لي تقبلي قال لي تكنسلك لهادو اللي متكلفين بالصحاب اللي فيهم التومير دار لي العمليه دارها لي في الماتيرنيتي عندنا هنايا هو والدكتور بوبصله ولا كيما هكا لو نو تاعه استأصل هو ما لا قلع كاع لو سان تدي استأصل كل تدي خاطش لقاها ديجا نشره لقاها ماشي غير كتله واحده لقاها 8 ولا 9 تاع الكتل تحتها مش ما بانوش في الماموغرافي من هو حل بانو خاطش من بعد من درتهم في هذيك القرعه وديتهم داوهم الوهران عيروهم بزاف ماشي واحد يعني كتل 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 واه ثمن كتل عاد قال لي بلا دوك الصغار اللي قلحتهم يعني اباغ يعني هذوك بحال هكا ماشي كيما دوك الكبار كنتي تحسي بالم وجع نحس بالوجع عند الرقبه ضرب الاولى ما لوسا ما كانتش تضرني كاع ما نحسش بها شيء يضرني دراعي بزاف 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 وكثره من نحمم ما يضرنيش كاع الوقات غير من نبرد ونحمم يضرني هنا عند الرقبه في هذه الحفره هنا اللي عندنا الرقبه تما كان يضرني بزاف ويضرني واه ويضرني دراعي خاطش انا خاطش كنا ندو الطريق كما نقولوا في الطريق انا ولا زوج تاعي تسافري واه نكون حد الثقه ويضربني البرد ساي نحس بالوجع بصح ديك لو سان ما كانش ضرتني وما تبدلش اللون تاعها انا قبضتها كيما نقولوا في البريمير ستاج في البدايه يعني الثدي ما كانش يوجع ما كانش يوجعني ما نأكدوا لهم واه ما كانش يوجعني الثدي ما وجعنيش كاع ما حسيتش بهذيك الكتله حتى اللي لقاها من دار لي ليكو من دار لي الحكيم قال لي نشوفوا بالك الحليب على بالك من رفدتي وجبتي هذاك الولد من رضعتيه قعدوا الحليب هذاك هو ماشي يخليك هي دار لي ليكو كي دار لي ليكو لقى ديك الكتله واه ايا من تما قعدت نعالج عليها ومن بعد وتني الحكيمه هواري الله يذكرها بخير الله يخليها في امراض السرطان في امراض السرطان هي اللي راها كانت متابعه الحاله تاعي وانا كنت كاع النصائح اللي تقول لي عليهم كنت متابعتهم يعني اول وكثره كثره كثره اللي يسمع فيا ومريض بهذا المرض يدير تكله في الله سبحانه وتعالى والمؤمن مصاب ربي راه عطينا هذا الامتحان مليح انا بعد بالنسبه لي راني تزيد واحد يتقرب من الله سبحانه وتعالى يزيد يذكر يزيد ها راني الحمد لله انا هاني نضحك راني نخرج راني نحوس راني ما نقعدش في بلاصه واحده انا كاع راني هاد الايامات كنت من واتسوف الجزائر البليده منيعه كنت نحوس يعني ما كنتش قاعده في الدار خاطش علاه مانيش دايره صاي بحال هكا ربي جاب لي هذا المرض نقعد في الدار باغي نموت نقارع الموت ما نقارعش الموت انا نقارع اني نحوس كما نقولوا اني مع ولادي نزيد نشبع من ولادي يزيدوا ولادي يشبعوا مني زيد عائلتي تشبع مني راني
ما شاء الله. يعني الحمد لله راني كما قال لك ونروح نزور الاقارب تاعي ويجوا عندي الاقارب تاعي نخرج ندخل نضحك. انا من الناس اللي يضحكوا بزاف اللي يتحركوا بزاف. وحده خاطش مادامها قاعده في القوقعه هذيك تاع راني مريضه وباغي نموت لا مش مليحه. وحده تخرج للدنيا ربي يعطيك هذا الامتحان. انت كما نقولوا الله يعطي واحد وتقولي له الله يعطيك الصحه. صحه بلا دين ماهيش صحه. صحة اللي نديروها في عبادة الله، صحة اللي ما نديروهاش في عبادة الله شنو نديرو بها؟ وانت شكون شجعك يعني شكون قال لك هذه الكلمات في البداية يعني؟ با لأن با البداية صعبة أحيانا. شوفي با والأم تاعي با الله يرحمه خاطش هو اللي كان مساندني والأم تاعي والإخوة تاعي يعني أنا عندي خمسة الإخوة تبارك الله كاع وقفوا جنبي. كاع كيما داروا وقفوا جنبي معنويا وماديا والحمد لله. الحمد لله شجعوني والطبيبة تاعي ما شاء الله حكيمة واري مشي شجعتني فوق اللازم. قلت لك شجعتني فوق اللازم هي اللي زادت عطاتني ليسبواغ والامل. خاطش كنت ندخل عندها الضرب الاولى مي كنت عاد في الدوبي كنت شويه نحس بداك خاطش عندي غير ولد واحد داك نروح ونخليه كانت شويه واجعتني. بصح هي كانت تقول لي لا وعلى الموت غير بحال هكا اللي مريض يموت بزاف اللي ماتوا بلا مرض. كان لي اكسيدون كان لي كما قال لك كان راقد ونوضته يماه لقاته ميت. قالت لي بصح شيا دي شدي في الامل باللي تنجحي وتكملي شيا كملي الدواء تاعك نيشان. انا درت لي سيونس تاعي كاع اللي كانت دايرتهم لي تاع الشيمي الحمد لله. كاين الناس اللي كما نقولوا ما داروش الشيمي كانوا ينقزوه. انا لا انا الشيمي تاعي كنت نقوي روحي وكنت ناكل نزير على روحي باش ناكل باش ما يطيحليش لانيمي باش ما نفوتش السيونس تاعي تاع من 21 يوم 21 يوم والحمد لله فوتها كاع درتها. وزدت ثاني ورسلتني للحاسي وين ثاني شافوا الوضعيه تاعي وقالوا لي مستشفى اخر تاع الحاسي يعني منا يرسلوك ثاني للحاسي باش يشوف تاع الراديو ثيرابي ثاني تما يشوفوك يشوفوا بحال هكا الطبيبه تاعك لام تبعتك يشوفوا الحاله تاعك نيشان بالراديويات بكل شيء لقاو الحاله تاعي مستقره. لا الحمد لله الحمد لله. انا عاد كانوا دايرين باللي هذا التيمير والود ماهوش من كاين التيمير والود وتيمير ماهوش يعني كما نقولوا حنا المراه الوالود وما العاقم يعني ما يتكاثرش. ما يتكاثرش. انا كان عندي من النوع اللي يتكاثر بصح الامل بالله سبحانه وتعالى. وحده تتكثر من الدعاء ودير الامل بنفسها ولادها تشوف تعيش حياتها على ربي ان شاء الله ما كان حتى حيمشي. واحد ثاني كي يحس بالالم ويحس بالضر يروح يعالج يروح يشوف اش كاين ماشي يقول غدوه من غد حتى تزيد الحياه تتراكم عليه. الحمد لله. طيب في بدايه العلاج قلتي لي يعني اتخذتي العلاج بالكيميائي. العلاج بالكيميائي يقولوا انه صعب. صعب يعني كيفاش الفترة هذه يعني حسيتي بأوجاع حسيتي أنا نقعد تقعد لك كما نقولوا نديرها اليوم صاير نروح للدار مدرتخة يعني ما نعبب تحية غير نرقد حشك التقية بزاف صوالح يعني القاية النوم القاية النوم الوجع الوجع كثر الوجع الوجع بكثرة في البطن يقبض وجع يعني قاتل ماشي مؤلم قاتل يستمر حتى تبقى لك ثلاث أيام باش تعاودي تديري هذوك ثلاث أيام راحة ويوم نزيد كيما نقولوا ديك ثلاث ايام تبقى لك غير تخواجوك بتعاودي تعاودي ديري الشيمي من جديد يعني تعاودي الالم من جديد. بصح صبرت يعني انا طاروا لي تفاري كاع طاروا لي حواجبي ماشي غير شعري شعري حواجبي تصفاري كاع طاروا من الجلده كاع تاع كرعيه تاع يديه. بصح الحمد لله يعني ما نكذبش عليك واش حسيتي في هذيك الفتره يعني كي شتي حواجبك الرموش انضريت وليت ما نستقبلش الناس شويه ليامات الوالا الشهرين الوالا ما وليش ثلاث شهور الوالا ما وليش وليتي في عزل كلي نحشم واه بصح من بعد والو واللي من بعد قلعت الخمار وليت عادي وليت مع عائلتي عادي ما نديش الخمار عادي مجد يعني كنتي في العائله وتوضعي الخمار واه عادي كاع عندي ضيف ونقلع الخمار عادي من تشوكاش ولا نقول بحال راني كيفاش حتى وصلتي لمرحله عادي هذه يعني اشرحي لي شنو نقول لك حياه عندي في الدار انا عندي الاب تاعي الله يرحمه كان داير لي الكوراج والام انا امه سويفتني كيما سويفتني الطبيبه كيما قال لك نقطه بنقطه ثاني الاب تاعي سويفاني معنا الاب تاعي كنت نرقد حداه هي سوي كيما نقولوا سويفوني يعني ما ديريش هاك ما تقلقيش روحك ولدي ثاني ما نبغيش نحسس الابن تاعي انا 42 عام والابن راه عندها داخل 20 عام
ومتى اكتشفتي المرض؟ 2014 نحو لي التدي تاعي. والابن شحال كان في عمرها في هذيك الفتره؟ خلال هالفتره 2014 بالك 39 هكا 39 كان عندي 39 عام. ابنك كان صغير يعني يكون في ال 18 في ال 16 هكا. وتقبل يعني شجعك؟ لا شجعني وقف معايا بزاف وقف معايا، وهو على خاطري انا زاد كاجا زاد تخلى العسكريه تخلى لافياسيون على خاطري، بس قال لي ماما باش نزيد نعاونك يعني ما تطيحيش في بحالك في اللي ما ازغ بحالك تاع لا مجيت ماديا ولا معنويا. قال لي اني هنايا الحمد لله يا ربي الحمد لله تاني لقينا الناس كيفكم يشجعونا. انا بعدا ديجا لونو تاعي مرزوق خضراء فات هنا في الاذاعه وعاونتني الاخت امينه واهو الحمد لله والناس المحسنين تاني اللي وقفوا معانا. والرساله اللي توجهيها للناس اللي مصابين الان وعرف باللي انه فيه السرطان، كيفاش تقولي لهاد الايام راهي في شعور انه يعني خلاص خبروني اليوم بان فيه السرطان، واش هي انت راكي حاسه بالصدمه اللي مر بها، واش تقولي له باش يكمل، واش تقولي له يعني تنصحيه؟ انا نقول له استحمل، بكي اليوم بصح تحك غدوه، تحك من غد، صاي بكيت اليوم بكيت عرفت بلي روحك فيك هذا المرض الخبيث، هذا مرض خبيث طهنا ربي امتحان بالك ربي ما تحصيش بعدك على بزاف سؤال حطك هذا المرض. انا نقول له بلي يزيد يقوي روحه، يزيد كما قال لك يستحمل الشيمي، يستحمل الادويه الكيميائيه اللي رانا نشربوها، بصح شيء يقوي روحه بنفسه بالايمان، ينوض يضحك يشوف اهله، ما يخلعش داويه يمه خواتاته ولاده، العكس يدير الكوراج قدامهم مهما كان، خاطرش نكونوا حاسين روحنا رانا مرضى من الداخل، بصح نديروا ما نخليش يمه حتى كاين اللي. إذن كانت هذه شهادة حية لسيدة عانت من مرض سرطان الثدي، عوفيت الحمد لله يعني راها بخير. تقول لي إذا كان في كلمة أخيرة بعجالة لأن يعني الوقت داهمنا، نتمنى إن شاء الله فقط أن مستمعينا الكرام راح ياخذوا بهذه النصائح، لأن العلم نور سبحانه وبحمده، يعني نحن أمة اقرأ، فالإنسان لما يقول لك يعني هذا علم هذه دراسة ما يروحش يعني عند المشعوذين ولا يروح عند هذا الطب بديل، يعني الإنسان على الأقل عرفنا ربي بالعقل، فالإنسان يعود يرجع إلى عقله إلى إيمانه بالله. يعني هذه كلمة من هذا المنبر، نتمنى إن شاء الله إذا كان معنا الحضور الكرام يعطونا كآخر كلمة وبها نختم بحول الله. نعم نمر إلى الدكتورة طبيبة نفسانية سيدة حمادي. كلمتي الأولى والأخيرة الاكتشاف المبكر للتشخيص المبكر إن شاء الله، وخاصة أناشد كل النساء بالفحص الذاتي. نعم إلى سيد بوعناني عبد الكنيم وهو رئيس قطاع بالمديرية الفرعية للأداءات بالضمان الاجتماعي. الكلمة الأخيرة بالنسبة للجمعيات، الباب راه مفتوح، عندنا نديروا جمعية اجتماعات دورية والباب راه مفتوح على طيلة الأسبوع. ومن هذا المنبر نشكر سيد معزوزي لتواصله معنا رئيس الجمعية، نعم أو ممثل الجمعية. نمر إلى الدكتور بريخو طاهر. يا كلام يعني يكثر، ولكن ما أقوله لأي امرأة يعني تشك بأن عندها مرض سرطان الثدي أو عندها كتلة كما يقولون، أنها تتوجه في أقرب الأجال في أقرب الوقت أن تقوم بالتشخيص، وهو شيء لا يأخذ في الحقيقة والله ما يأخذ تكلفة يعني تكلفة زاهدة، وتفوت على مرحلة يعني كانت قادرة تستغني عليها في بهذا الكشف المبكر. يعني دائما الكشف المبكر هو أهم علاج الإنسان يحارب هذا المرض، لا يبقى مكتوف الأيدي أو يستسلم. مع الدكتورة شهروري سلامت وهي دكتورة بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن. نتمنى تكون توعية وتحسيس، ناقص تكون كاين حملات تحسيسية باش يوعوا خاصة في المناطق النائية، خاصة كاين لي زونفيرون اللي ما يعرفوش، تكون كاين حملات تحسيسية تعرفهم شنو هو هذا المرض وشنو هو الفحص الذاتي ويفهموهم، وان شاء الله تغير بعض القوانين مثل القوانين، وان شاء الله نتمنى من وزارة تعاود إعادة النظر في هذوك القوانين، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا الحل باذن الله. نشكر السيدتين التي طبعا
لتا كانت معنا الآن. نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل. شكرا لك سيدتي. شكرا لك سيدتي أيضا. نتمنى إن شاء الله الشفاء لك إن شاء الله. إذن تقبلوا تحية سيد أحمد في الهندسة والإخراج، وكانت معكم في الإعداد والتقديم بهجة. إلى اللقاء.